الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء الهندي لفوزه بولاية جديدة، ومودي يعرب عن تطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. وزير الخارجية وناظره الأردني يبحثان التحضير لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المقرر عقده في الأردن الأسبوع المقبل. اجتماع مصري قطري أمريكي في الدوحة لبحث استئناف مفاوضات الهدنة، وحماس تتمسك بوقف العدوان تماما وإسرائيل تؤكد مواصلته. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي على حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء. بدوره شكر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الرئيس السيسي على التهنئة، وقال مودي في تغريدة له على موقع إكس إن الشراكة المستدامة بين مصر والهند عززت زخم العلاقات المشتركة، معربا عن تطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خلال السنوات المقبلة لمستويات غير مسبوقة. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين مجالس البلدين. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الكازاخي يرلان كوشانوف، حيث يزور المستشار عبد الرازق كازاخستان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي. وأوضح عبد الرازق أهمية زيادة عدد السائحين الكازاخيين إلى مصر، مشيرا أيضا إلى حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب الكازاخي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات الأخرى مثل استراتيجية مصر 2030، مؤكدا استفادتهم من التجربة المصرية والإصلاحات التي تشهدها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالتقدم المحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مدبولي أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكدا أن الدولة ما زالت تضع تلك الملفات على رأس الأولويات. كما تمت مناقشة تقرير بشأن توصيات لجنتي الأداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 28 و29 من مايو الماضي. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت بدلا من الفحم، وتمت الإشارة إلى استثمار 5 شركات تعمل في محافظات مختلفة في إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الوقود البديل.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل وما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع. هذا وقد تم استعراض عدد من الإنجازات من بينها إجمالي عدد المنشآت الشبابية والرياضية الذي وصل خلال الفترة من 2018 إلى 2024 إلى 11,558 منشأة ارتفاعا من 6,000 منشأة فيما قبل عام 2018. وبلغت تكلفة التطوير والإنشاء خلال تلك الفترة ما يقرب من 30 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير المعسكرات الشبابية والرياضية ومشاريع اكتشاف المواهب الرياضية. بحث وزير الداخلية محمود توفيق ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الداخلية حرص الدولة على تبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية والتدريبية مع أجهزة الأمن البريطانية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها. ومن جانبه أعرب الوزير البريطاني عن أهمية مصر ودورها المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالجهود التي تبذلها الداخلية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية وانعكاسها الإيجابي على الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجنها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري، حيث حرص شكري على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية القطرية بدعم أمريكي للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة في قطاع غزة. واتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني ودعم استقرار المنطقة. بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والمقرر في 11 من يونيو الجاري في الأردن. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، فضلا عن تأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة. كما أبدى الوزيران تطلعا لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. We'll be right back.
يجتمع قيادات أمنية مصرية اليوم مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة بقطاع غزة. وأوضح مصدر أمني أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة. ويأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وفدان من حركة الجهاد الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة. وفي سياق متصل ذكر موقع أكسيوس الأمريكية أن المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماك جارك يصل اليوم إلى القاهرة. هذا وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأضاف هنية أن حركة حماس ستدير المفاوضات على أساس هذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني. في السياق ذاته أكدت إسرائيل مجددا رفضها وقف الهجوم على غزة مقابل استئناف محادثات تحرير المحتجزين مع حماس. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن أي مفاوضات لن تتم إلا تحت إطلاق النار. وفي وقت سابق هدد الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف إتمار بن غفير بحرقلة الائتلاف الحاكم لحين إفصاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل الاتفاق المحتمل بشأن الهدنة في قطاع غزة. وقال إن نتنياهو يماطل في اطلاعه على مسودة مقترح صفقة التبادل المحتملة بشأن الهدنة، متوعدا بإسقاط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة يعتبرها غير مسؤولة على حد وصفه. أفادت الخارجية الأمريكية بأن واشنطن عملت خلال الأيام الماضية مع القاهرة والدوحة للتوصل لوقف إطلاق نار يقود لسلام دائم. وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن حركة حماس هي العقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها في انتظار رد الحركة عبر القنوات الرسمية، مشيرا إلى رد حماس على المقترح يجب ألا يستغرق وقتا طويلا لأنه مطابق تقريبا لما وافقت عليه قبل أسابيع. وأفاد ميلر أن المحادثات تشمل أيضا ضمان ألا تدير حماس معبر رفح بل تتولاه سلطة أخرى نسعى لتحديدها حسب قوله. ميلر أكد أيضا على الالتزام بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة جنبا إلى جنب مع إنهاء الصراع في غزة، كما أشار إلى أن بلاده تنظر في حوادث وقعت في غزة لتقييم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وعن المساعدات لقطاع غزة قال ميلر إن هناك محادثات مع الجانبين المصري والإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح وزيادة المساعدات. أعلنت مصر ترحيبها بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. واعتبرت وزارة الخارجية أن قرار حكومة وبرلمان سلوفينيا خطوة مهمة ومقدرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية. حالة التعاطف الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني تشهد تزايدا ملحوظا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فبعد الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطين بعدما أقر البرلمان مرسوما بهذا الصدد بموافقة 52 عضوا ومقاطعة المعارضة للجلسة وامتناع عضو واحد عن التصويت. التأييد لحقوق الفلسطينيين ليس على المستوى السياسي فقط، ولكن
ولكن أيضاً على المستوى الشعبي، حيث أظهر استطلاع للرأي أن قرابة 60% من السلوفينيين أعربوا عن تأييدهم للاعتراف بدولة فلسطين، في حين يعارضه 20% فقط، وهو ما يؤكد مدى الغضب العالمي من العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وباعتراف سلوفينيا يرتفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 146 دولة من أصل 193 بلداً عضواً في الأمم المتحدة. هذا وتبذل الدبلوماسية العربية جهوداً كبيرة من أجل استغلال التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني في الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية والضغط على إسرائيل لإحلال السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، موضحا أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها مسؤولة عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في القطاع، وأكد الاستعداد لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفقا لاتفاق 2005 بشرط انسحاب قوات الاحتلال منه. واستقبل مصطفى برام الله الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفن كوب مانز، وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين خاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالدولة والحرية والاستقلال، وأكد ضرورة تكثيف الجهود من الاتحاد الأوروبي لوقف حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات منها. هذا وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 36,586 شهيداً و 83,074 مصابا. وأكدت السلطات الصحية في القطاع أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 36 شهيدا و 115 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 43 بعد 200 على التوالي، تزامنا مع ارتكاب مجازر جديدة بحق النازحين واللاجئين في مختلف أنحاء القطاع. وواصلت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها العنيفة على وسط قطاع غزة والمناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، وشنت أحزمة نارية على مخيم البريج سمع صداها في مناطق في جنوب القطاع، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مخيم النصيرات، وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي للاجئين أدت لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم، كما استهدفت قوات الاحتلال بشكل مكثف أحياء في غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما قصفت طائرة الاحتلال منزلا في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوب القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 من جنوده في صحراء النقب المحتل بانفجار ذخيرة. وأوضح جيش الاحتلال أن 9 جنود أصيبوا، من بينهم 2 حالتهم خطرة جراء انفجار ذخيرة بقاعدة تسأليم العسكرية التابعة للاحتلال في صحراء النقب الليلة الماضية، منوها إلى أن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد.
اندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دهست مخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعدة آليات وجرافات عسكرية. اقتحمت قوات الاحتلال حي الهدف قرب مخيم جنين وهدمت جرافاتها العسكرية نصبا تذكاريا لأحد الشهداء، كما هدمت جرافات الاحتلال أسوار مقبرة الشهداء غربي مخيم جنين بالتزامن مع إطلاق نار كثيفة يستهدف القوات المتوغلة في المنطقة الغربية من المخيم. بالتزامن داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشنت حملة اعتقالات تخللتها عمليات تحقيق ميداني وتفتيش للمنازل تزامنا مع اندلاع مواجهات. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأوضحت مصادر أن المستوطنين الإسرائيليين دخلوا ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية فيما حولت شرطة الاحتلال القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، إذ تم نشر 3000 عنصر في البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة المستوطنين خاصة عند بوابات الأقصى. بالتزامن يشارك الآلاف من المستوطنين من بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير فيما يعرف بمسيرة الأعلام الاستفزازية. عقد حزب حماة الوطن ندوة توعوية بمحافظة المنوفية تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية دور تاريخي ودعم بلا حدود. تأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها الحزب في عدد من المحافظات للتوعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها. استمرارا لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية، نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية ندوة عن دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الخبراء. الفترة اللي فاتت ديت ابتدى يبقى فيه كثير من اللغط بيحصل على المستوى الإقليمي، وبنشوف إن في ناس بتحاول تشكك في دور مصر، ولكن الحقيقة غير كده. طبعا احنا كلنا عارفين القيادة السياسية بتتعامل ازاي مع هذا الملف، وده يمكن طبعا كمان المواطن المصري بالذات بيعتبر ان القضية الفلسطينية دي هي قضيته الأولى على مر العصور، وهو ده اللي احنا بنحاول نأكد عليه. عندما نتحدث عن دور مصر في الوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية، مصر تقف مع قضيتها، فمصر رعت هذه القضية على امتداد التاريخ ودفعت آلاف الشهداء والجرحى في سبيل هذه القضية والقضايا العربية. المغزى من إقامة الندوة اليوم سواء في المنوفية أو على مستوى الجمهورية ده كان توجيه مركزي إن إحنا نبدأ نعمل دورة تثقيفية للناس حول إبراز الدور الفعلي وكيف كان لمصر دور كبير جدا في القضية الفلسطينية، وكيف كانت القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل القيادة السياسية والشعب المصري. الهدف من الندوة النهاردة هي التوعية على الموقف المصري
والحقيقة أنا بنتهزها فرصة وأقول إن مصر أم الدنيا القضية الفلسطينية كانت هي الراعي الأول لها ودفعنا في سبيل ذلك الكثير. الندوة استعرضت جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ، بالإضافة لمساهمات حزب حماة الوطن منذ 7 أكتوبر، كما أكد الحزب اصطفافه خلف القيادة السياسية من أجل إيقاف مخططات التهجير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بناء على تأكيدات مسؤولين، أعلن حزب الله اللبناني استهداف إحدى منصات منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في مستوطنة راموت نفتلي بصاروخ موجه. وأوضح حزب الله أن الهجوم أصاب منصة القبة الحديدية في مستوطنة راموت نفتلي إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها. هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، وقد نفذ الحزب قصفا لعدد من المواقع الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من القرى والبلدات اللبنانية في جنوب البلاد. ومن جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تريد تصعيد الصراع على حدود بين لبنان وإسرائيل لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لعمل قوي في شمال لبنان، وذلك بعد تحذيرات سابقة منذ أشهر بأن بيروت ستتحول إلى غزة إذا بدأ حزب الله حربا شاملة. جاءت تصريحات نتنياهو تزامنا مع ما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال بأن الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50,000 جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان، فيما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق أن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لهذا القرار، وذلك بعد تزايد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله. أعلن الجيش اللبناني أنه تعامل مع حدث إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في بيروت، وأوضح الجيش اللبناني أنه أصاب المهاجم وتمكن من اعتقاله ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، مشيرا إلى أنه يجري تحقيقا في الواقعة. ومن جانبها أكدت السفارة الأمريكية في لبنان أن إطلاق النار وقع في محيط مدخل السفارة، مشيرة إلى عدم تضرر المبنى أو إصابة أي من طاقم العاملين. ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا استخدمت أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية بعد تعليمات جديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الصدد. أضاف المسؤولون أن أوامر بايدن الجديدة تقتصر فقط على أهداف روسية تشارك في الهجوم على خاركييف ثاني كبرى المدن الأوكرانية. يأتي ذلك غداة تأكيدات من البنتاغون بأن واشنطن لن تسمح باستخدام كييف القدرات الأمريكية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي. انتقد الكرملين تعليقات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين التي أشارت فيها إلى أن واشنطن لن تتسامح مع زيادة الصين لصادراتها من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وأنها سترد بعقوبات، واصفا ذلك بأنه ابتزاز. أضاف الكرملين أن أسلوب واشنطن غير مقبول على الإطلاق، وأن موسكو تقف إلى جانب بكين، وتقول الولايات المتحدة إن الصين تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا عبر إمداد موسكو بالسلع ذات الاستخدام المزدوج مدنيا وعسكريا.
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال زيلنسكي عبر منصة إكس إنه يعتزم بحث سبل مشاركة قطر في عملية ترمي إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين من قبل روسيا على حد قوله، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وأمنية ذات اهتمام مشترك. رحبت كييف بإعلان واشنطن حضور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس القمة المقبلة حول أوكرانيا والمقررة في سويسرا منتصف يونيو. وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يارماك قال إن تأكيد مشاركة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في قمة السلام والمقرر عقدها يومي 15 و16 من يونيو الحالي يعد خبرا مهما، وتأمل أوكرانيا في الحصول على دعم دولي واسع النطاق خلال القمة عبر وضع الشروط التي تعتبرها ضرورية لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال في وقت سابق إنه إذا تغيب بايدن عن القمة سيكون بذلك بمثابة مكافأة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن باريس ستفتح وكالة تنمية في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون يورو، بمعنى أو بحوالي 489 مليون فاصل 15 مليون دولار، وذلك مع تدشين صندوق لمشروعات البنية التحتية الحساسة بقيمة 200 مليون يورو أخرى. من المقرر أن تعلن باريس عن الاتفاقين الثنائيين لتعزيز جهود إعادة الإعمار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى فرنسا يومي 6 و7 يونيو. وفي مؤتمر صحفي لمسؤول من الرئاسة الفرنسية رفض التعليق على ما إذا كان سيجرى الإعلان خلال الزيارة أيضا عن اتفاق لإرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرنسا للاحتفال بالذكرى 80 لإنزال الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية في زيارة تستمر لمدة 5 أيام. أوضح البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الفرنسي، كما سيلقي كلمة غدا خلال الاحتفالات الرسمية على شواطئ نورماندي. وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي خلال الزيارة قبل أن يلتقي مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في باري بإيطاليا الأسبوع المقبل، للتركيز على استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا. يتوجه نحو 370 مليون ناخب أوروبي اعتبارا من الغد وحتى الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع في الدول 27 للاتحاد الأوروبي من أجل انتخاب النواب الجدد في البرلمان الأوروبي. ويختار الناخبون 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بين آلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسار وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف. وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل 5 سنوات، ويختلف موعدها بين دول الاتحاد، حيث ستبدأ غدا الخميس في هولندا والجمعة في أيرلندا والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا يوم الأحد المقبل. We'll be right back.
أعلنت وزارة الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، والذي اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررا له في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت وزارة الكهرباء والبترول عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل، حيث إن هذا الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، يشار إلى أنه اعتبارا من الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادات الغاز عقب ما تم أمس من إجراءات مؤقتة لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات. عقدت سفارة الصين بالقاهرة مؤتمرا أشادت فيه بأعمال التعاون المصري الصيني خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، والمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي. وشهدت فعالية المؤتمر احتفالا بالذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر. احتفاء بأعمال التعاون المصري الصيني، جاء المؤتمر الصحفي لسفارة الصين بالقاهرة حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين والمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي. كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين الجديدة، ومهما كانت التغيرات الدولية ظل هناك ثقة متبادلة وتعاون مخلص وتنمية مشتركة بين البلدين. الفعاليات شهدت احتفالا بالذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر من خلال تكريم الفائزين في مسابقة الكتابة بعنوان من العصر الذهبي إلى العقد الباهر. بصراحة هي المسابقة رائعة بكل معنى الكلمة، أنا شاركت فيها بناء على ما عرفته يعني في وسائل الإعلام أو فور إعلان المسابقة، وهي بتتكلم عن يعني احتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين. وفي ظل المتغيرات الدولية، ركز المؤتمر على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني، كما استعرض الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للسق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. We'll be right back.
الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تحرص على لعب دور محوري في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بمحور تحقيق التنمية والاستقرار وإعادة الإعمار. خلال كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الكورية الإفريقية والتي تعقد بالعاصمة سول، شددت الوزيرة المشاط على أن العلاقات بين القاهرة وسول تعد مثالاً يحتذى به في قوة الروابط الثنائية، وقامت الوزيرة بدور بارز في تنفيذ العديد مع الشقيقة الدولة الكورية في المشروعات الناجحة في مصر، كما لفتت إلى أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية على صعيد مجال البنية التحتية من خلال القطاع الخاص، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في بناء بنية تحتية حديثة. انطلقت أعمال مؤتمر بعنوان حلول لسياسات تعزز فرص صادرات التكتلات الإنتاجية لمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان وأسيوط وجنوب الوادي. يهدف هذا المؤتمر لتعزيز الصادرات في محافظات الجنوب في صعيد مصر لكونها من أكثر المحافظات ذات الإمكانات التصديرية والقابلية للانفتاح على الأسواق العالمية، وسعيا لدعم جهود الدولة في العمل لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد وتكاملا مع رؤية مصر 2030. احنا حقيقة عملنا شراكة مع شركة إنروت، هي اللي ترعى هذا المنتدى، وانتجنا ما يسمى مركز مسار، وده موجود حقيقة في الجامعة، وده زي اصبح هب او نقطة مضيئة بتعمل تدريب لكل الشباب ولكل افراد المجتمع ان هو ازاي يقدر ان هو يعمل حرفه يدويه بشكل جيد، ازاي يقدر ينشئ شركه ناشئه، وبنسهل له كل الاجراءات طبعا. الصعيد ملف مهم جدا، والحقيقه ملف واعد ومليان فرص. اعتقد في مجلس الشيوخ كان في عدد كبير من الدراسات والاقتراحات بالرغبه اللي كانت مهتمه بالصعيد تحديدا، يعني استراتيجيه مصر 2030، ويمكن حتى كمان الخطه الاقتصاديه اللي شفناها مؤخرا في مجلس الشيوخ كانت مهتمه بشكل كبير بالصعيد. احنا ابتدينا البايلوت بتاعنا كان في محافظه اسوان، واخترنا ثلاث تكتلات انتاجيه كانوا النباتات الطبيه والعطريه والاسماك، والتكتل التالت كان الحرف اليدوية. في الحقيقة احنا لقينا فرص تنموية رائعة في محافظة أسوان، يعني كان في أكتر من تكتل عندهم فرص تصديرية وميزة تنافسية عالية جدا، لكن ناقصهم العمل على تنمية القطاع ده نفسه. محافظة أسوان من المحافظات الحدودية الهامة جدا والمهمة قوي نشجع الشباب فيها. بنقوم بعمل تدخلات مختلفة، من ضمنها التدخل مع أنروت الخاص بريادة الأعمال وتحفيز الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة بيهم وإزاي يقدروا يعملوا كده. النهاردة المؤتمر بيناقش السياسات الخاصة بإزاي نحفز التصدير وإيه هي أهم العوائق والتحديات اللي لابد أن احنا نتغلب عليها ونتكاتف كلنا كجمعيات وكشركاء علشان نقدر نطلع بالمسألة دي لقدام ونعدي بيها من عنق زجاجة إن وجد. الهدف فيها هو تقديم الدعم الفني للشباب في الصعيد عشان نقدر ننمو بالصعيد ونستغل الفرص المتاحة في الصعيد والإمكانيات اللي موجودة فيه. فبدأنا في 2018 بإنشاء حاضنة أعمال مسار في جامعة سوهاج، ثم توسعنا لنشمل كل المحافظات أو كل الجامعات بداية من أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر وأسوان. الشاب اللي عنده فكرة أي مكان بيبقى ممكن يكون طالب أو خريج ويبقى عنده فكرة لريادة الأعمال أو عايز يفتح مشروع خاص به، فبناخده من فكرة إن احنا نعمل له توعية ونطلع بيه على فكرة التدريب تاني على الخطة المالية والخطة الإدارية والخطة القانونية وما إلى ذلك، لغاية ما يوصل لإنه يبقى عنده فكرة مشروع متكاملة نقدر من خلالها نحكم عليه
ينفع يشتغل ولا لسه، وبعدين بناخده في رحله في الحاضنه لغايه ما بيخرج شركه ناشئه وبنسجل له الورق بتاعه ويبقى عنده شركه قابله للعمل في السوق المصري. بحثت مصر والصين تعزيز التعاون في مجال انتاج الدواجن والاعلاف والامصال واللقاحات، والتقى وزير الزراعه سيد القصير مع وفد يضم ممثلي 22 شركه من كبرى الشركات الصينيه العامله في مجال الانتاج الدواجني. تمت الاشاره خلال اللقاء الى ان مصر لديها 72 نوع من اللقاحات البيطريه ينتج محليا لحمايه الثروه الحيوانيه والداجنه، كما تصدره مصر للعديد من الدول الافريقيه، وان هناك فرصا للتوسع والشراكه في هذا المجال. من جانبه عرض الجانب الصيني البدء في دراسه انشاء مصنع على ارض مصر لانتاج الامصال واللقاحات البيطرية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية من توقعات خفض معدلات الفائدة في سبتمبر القادم. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 77 دولار و67 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 57% ليصل ويحقق ما قيمته 73 دولار و67 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى 2.30 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.75% لتسجل ما قيمته 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة المالية الروسية أن أصول صندوق الثروة الوطني الروسي السيادي سجلت زيادة وقد بلغت 141.5 مليار دولار اعتبارا منذ يونيو الجاري. أضافت وزارة المالية الروسية أن إجمالي الأصول السائلة للصندوق السيادي سجلت انخفاضا عند 56.2 مليار دولار مقارنة بما سجلته في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 56.4 مليار دولار. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع إلهام نمر ودينا فكري. شكرا لك مصطفى ميزار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة الثقافة بإطلاق مشروع أنا رقمي بالتعاون بين عدد من قطاعات الوزارة انطلاقا من رؤية مصر 2030 بضرورة اهتمام الدولة بالأطفال والشباب وتبني المبتكرين والمواهب الناشئة في البرمجة والذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراتهم الرقمية والعلمية. وشددت الوزارة على أن المشروع يهدف إلى تبني العقول المبدعة من النشأ وتنمية مهاراتهم الرقمية ودعمهم ليكونوا رواد المستقبل في المجالات التكنولوجية والابتكارية. ويقام المشروع بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وصندوق التنمية الثقافية ومركز بحوث وتوثيق أدب الطفل وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وعدد من الرعاة.
والآن متابعة أهم الأخبار الرياضية، نعود فيها مرة أخرى ومجددا مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد دينا فكرة، وشكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نستعرض في هذه المرة في جولتنا الرياضية أخبار الكرة محليا وعالميا. يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غد على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. هذا وقد أنهى المنتخب الوطني بقيادة كابتن حسام حسن أنهى استعداداته للمواجهة المرتقبة، ونجح المنتخب المصري منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية. المعسكر أنا سعيد به ومطمن جدا وبالروح اللي موجودة من اللاعبين، كل اللعيبة عندها إصرار إن تفرح شعبها وتتفرح جمهورها، والحمد لله يعني الحالة البدنية والفنية بالنسبة في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه التجمع اللي احنا جمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدأنا التمرين 29، وكان آخر لاعب جه كان محمد صلاح، فالحمد لله الأمور ماشية بشكل أنا راضي عنه جدا وسعيد بأن أنا بتعامل مع مجموعة لعيبة على المستوى الفني والسلوك والخلقي والفني، سعيد بيهم جدا وإن شاء الله يترجم للمعسكر والإصرار اللي موجود في من خلال وحدات التمرين اللي احنا اشتغلنا عليها، إن شاء الله نسعد جمهور مصر كله إن شاء الله. اي واحد بيتمنى ان هو يبقى موجود في منتخب مصر، احنا ما شاء الله 120 مليون والواحد كل معسكر بيجي فيه اكنه جاي بيتولد من جديد، مش اللي هو انا جاي عامل حساب ان انا كده كده جاي المنتخب والكلام ده، لا انا كل معسكر ببقى مستني السكواد تنزل عشان بس انا اليوم اجي العب في منتخب مصر حتى لو برجلي واحده. يعني المزيد مشاهدينا الكرام حول استعدادات المنتخب الوطني للمواجهه المرتقبه غدا، مواجهه منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يطلعنا على هذه الاستعدادات أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. ما مساء اليوم المؤتمر الصحفي لكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والذي أعلن فيه عن تفاصيل استعدادات المنتخب القومي لكرة القدم للمباراة المرتقبة غدا بإذن الله بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026. هذا المؤتمر الصحفي الذي أقيم هنا في استاد القاهرة الدولي ضم كابتن حسام حسن وكابتن محمود تريزيجي، وأعلنوا خلال المؤتمر عن جاهزية المنتخب الوطني لمواجهة الغد بإذن الله، وأعرب أيضا كابتن حسام حسن عن رضا وقدم الشكر لكافة الأندية على الدعم الذي قدموا له في اختيار اللاعبين وتشكيل المنتخب واللاعبين الذين سيشاركون في مباراة الغد بإذن الله. عقب هذا المؤتمر الصحفي قام اللاعبون بالمران الأخير هنا في استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة الغد، وأيضا نذكر أنه المباراة غدا هي عقب فوز المنتخب القومي في المباراتين الأولى والثانية بين جيبوتي وأيضا مع سيراليون، حيث فاز المنتخب القومي على جيبوتي بسداسية نظيفة، وفاز أيضا في الجولة الثانية على سيراليون بهدفين دون رد،
وننتظر غدا بإذن الله هذه المباراة الفارقة حتى يتم تصعيد المنتخب الوطني لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. هذا ما تم هنا في خلال هذا المؤتمر الصحفي، وهذا المران الأخير للمنتخب الذي أيضا اتسم بالجدية والحماسة خاصة بين كافة اللاعبين في المنتخب الوطني، وكل التوفيق لمنتخب الوطني حتى يسعد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة. إليكم زملائي في الاستوديو. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف إقامة بطولة كأس الأمم الافريقية القادمة والمقررة في صيف 2025 في المغرب في بداية 2026. أعلن الأمين العام للاتحاد الافريقي فيرون موسينغو أومبا تأجيل البطولة القادمة حتى بداية العام 2026، وذلك لتجنب التعارض مع بطولة كأس العالم للأندية القادمة والتي ستقام في الفترة من 15 من يونيو إلى 13 من يوليو من العام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. إلهام نمر ودينا فكري مشاهدينا الكرام في انتظاركم والأخبار، مزيد من الأخبار. شكرا لك مصطفى ميزار. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شهر مايو 2024 بأنه كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، ويمثل الشهر 12 على التوالي الذي يسجل حرارة قياسية. أوضح غوتيريش أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد اليوم أن هناك احتمالا بنسبة 80% أن يتجاوز متوسط الحرارة السنوية حد 1.5 درجة مئوية في عام واحد على الأقل من الأعوام الخمسة المقبلة، استنادا إلى تقريرين حديثين للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمرصد الأوروبي كوبرنيكوس. الآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود مرة ثالثة وأخيرة إلى مصطفى ميزار، تفضل مصطفى. شكرا من جديد إلهام نمر، شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة في أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة والجو في القاهرة شديد الحرارة. في الأسكندرية 32-22 والجو فيها حار. في مطروح 31-21 والجو فيها أيضا حار. في بورسعيد 35-22 والجو أيضا حار. في الإسماعيلية 42-26 والجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 26 والجو شديد الحرارة. في العريش 33-21 والجو حار. في طابة 36-24 الجو حار. في شرم الشيخ 42-30 والجو شديد الحرارة. في الغردقة 41-29 والجو أيضا شديد الحرارة. بالنسبة لمحافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 46 درجة والصغرى 29 درجة والجو في الأقصر شديد الحرارة. في أسوان 47-30 والجو أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 45-28 والجو أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 40-28 شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 37-29 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء الهندي لفوزه بولاية جديدة، ومودي يعرب عن تطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تحضيرا لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والمقرر عقده في الأردن الأسبوع المقبل. اجتماع مصري قطري أمريكي في الدوحة لبحث استئناف مفاوضات الهدنة، وحماس تتمسك بوقف العدوان تماما، وإسرائيل تؤكد مواصلته. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلاً مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا، ازيك يا إلهام، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ كله تمام؟ هم الجماعة الصهاينة دول مش هيجيبوها البر بقى؟ لا مش هيجيبوها البر، مش هيجيبوها البر، مش متفائلة أنت، تفائلي أنت يا دينا. طيب تعبنا والله. بص، هم هيجيبوها البر في حالة أو حالة واحدة قد ينبثق منها فرعان، عارفين انتوا الكلام الفاضي ده. الحاله دي هي ان هم يتلقوا لطمه قويه، فان لم تكن لطمه قويه يبقى محتاجين ضغط هائل بس حقيقي، يعني مش تصريحات، مش انه بقى ايه يطلع جو بايدن فيقول لن نسمح والكلام اللي ما ينفعش. هو لازم يبقى فيه ضغط حقيقي، ويبقوا في تل ابيب عارفين انه ده هيحصل. عالم، واحنا متفائلين أيوة. وأملنا في ربنا كبير قوي. ربنا كريم، ربنا كريم. شكرا جدا ليك يا إلهام، وشكرا جدا ليك يا دينا، واستأذنكم نبدأ فقرتنا.